يلا يلا يا حلوة يلا اقفلي. يتوب علينا ربنا. مالك متكومه كده ليه؟ مصيبه لا تكوني عرقانه انت اخرى. ليه؟ عملت ايه انا عشان تزعلي؟ ما انا مش متعود لسه على حوار التليفونات ده، وبعدين هكلمك ازاي يعني؟ انت مش واخده بالك؟ صوريني صوريني يلا. مش فاهم يعني ايه تليفوني؟ افتح ايه؟ تفتح الكاميرا؟ اهو عشان اشوفني انا؟ انت كده شايفيني؟ ياه ده ايه المصيبه السودا دي؟ يا بنت ليه؟ خلاص انا بكلمك. ماشي قصدي هشاور لك. ماشي يا قرد تعالي. في رجاله كتير هتتسلم في الحركه دي. يا نهار ازرق يا معلم. هلا ما انت عارفني، انا طول عمري كلمتي واحده، العشاء عندي يوم الخميس زي ما وعدتك. لا لا واطمن اطمن، هعمل لك اكله خفيفه عشان ما تحماش على صدرك. ماشي استنيك انت والرجاله. السلامة يا معلمة. على النعمة من نعمة رب. انت اللي معلمة يا معلمة، قدرت تضربك السوق في ثانية الا ربع. ما انت عارفني يا يا براء، انا ماليش في البيت، انا طول عمري احب الحاجة الطازة قبل ما تحمض وتفوح ريحتها وتلم عليها الدبان. ربنا يجعل كلامنا خفيف على الدبان. براء انا مش عاوز جنس مخلوق يحس بالمصلحة دي خالص. ورحمة الغريب، لو عيلة أبو سنة دخلت في الحوار ده لكن ما أرقشهم بسناني دول. خليهم غرقانين في البن اللي راح زمنه، يبقوا يقابلوني. مش هيدوم مش هيدوم. خميس أكيد هينقل على ملعبنا، وضاوية أبو سنة هيلعبوا في نفوخه جامد. آه بس الخوف بقى لا تكون دي رغبة الباشا كمان. يا دي الباشا يا دي البعبع، ما طالما فيها باشا هتقول لي هدنة ونطاطي ونستنى زي كل مرة يا حاج. خسارة يا براء، يا ألف مليون خسارة. كان نفسي ومنى عيني يا براء تتعلم من الجمال اللي انت بتربي في وسطيهم. يا واد خزن واصبر، خزن اصبر عشان يوم ما تقلب تلاقي الزاد اللي يكفيك وتضرب ضربة معلم. عم محمد وازاي مراتك وولادك؟ تسلمي يا ست هانم، ربنا ما يحرمناش منك يا رب. استمري بقى في حوار الدعاء ده، يمكن دعاء منهم يظبط معاك. ربنا يسعدك يا رب ويحفظك من كل شر. طلع لي الشنط على فوق. عينيا حاضر. اهلا اهلا، اخيرا بنتي حبيبتي رجعت لي. وحشتني قوي يا ابوي، خلاص هتزهق مني. هزهق منك ايه؟ الله يا بنت الحلاوه دي، انت طالعه على ابوكي ولا ايه؟ ها طمنيني. تمام يا كوتش، خلاص خدت الشهاده ولازقالك. يعني بقيتي 100 100 في الكيمياء؟ يعني اسيبك انا عشان ورايا مليون الف حاجه. يا بنتي اقعدي خدي نفسك في السفر. نفسي ايه يا عمروتي؟ انا عايز ارمي نفسي في البول واطلع انام لي شويه واروح اقابل صحابي، وحشني موت. طب اعملي حسابك هنتغدى سوا. لا انا اكلت في الطياره، ما تعطلنيش بقى. يا بنت المروسه.
ايه يا شو؟ يعني كان لازم ابعت لك 100 مرسال عشان اشوفك يا روح الروح. طلعت روحك من لوحك يا بعيد. احنا مش كنا خلصنا من الموضوع ده؟ انت يا راجل نسيت ان انا ست متجوزه؟ اهدى. ايه اللون اللي مش لايق ده؟ وانت فجاه كده افتكرتي انك متجوزه؟ امال اللي كان بينا ايه؟ ليه المدهون بزبده؟ كنت ضاله وعرفت طريقي. طب ليك فيه؟ حاشا لله. وعلى رأي فندينا يتوب علينا ربنا. بص، تذاكر الود تتقطع والسكة اللي بالك فيها خلاص انسدت. جبرنا والحمد لله. شفتي؟ أديكي فهمتيني غلط. اوعى. أنا كان قصدي توصية لأفندينا يقف معايا مش ضدي، ويمكن في يوم من الأيام أنا وإنتي نتوب سوا والمية تعود لمجاريها. اسكت. إيه؟ مش المجاري طفحت في الحتة وغرقت الدنيا؟ الحق بقى لم رجلك حلو وشمر هدومك كويس بدل ما تتلطى لطة ما يجيلهاش دوا. ولا أنا قل بأصلي وأطلع لك من الدفاتر القديمة اللي تنطرك من المجلس قبل ما تعتبه. فهمت؟ اوعى. ليها يا شو؟ انت خدها على فين يا خبيب؟ انا بقى بوديك اكتر مكان حلو فيكي في مصر. اه ده مكان النخبه، مش هي رجله دخلها هنا. خد بالك. نخبه ايه يا خميس؟ ده دي حته لبش. ده ممكن الحكومه تكبس علينا في اي لحظه. الحكومه تكبس علينا احنا؟ خليها تكبس يا ابني، ده احنا اللي بنكبس. كمل لي بقى حوار شو. شو دي كانت سمعتها باب طين، وبقدره قادر كلت دماغ المعلم وهوسته ادلعها. بس جوازته منها كانت بامر المعلمه ضاويه. وانا لما سالت الحاجه ضاويه قالت لي انها كانت جوازت مصلحه وقضيت، انما الخال شبط فيها. ضربه قطمت. سلام عليكم يا رجاله. زي ما انتوا. درجه ضربه قطمت وسط النوح. كانت رد على لعبة البيت لما خد غصب وبتراب الفلوس. طب ايه علاقة النوح بشوق؟ ما هي شوق كانت اصلا بتاعت النوح. كان داير وراها في الافراح. هي كانت صحيحة رقاصة درجة تالتة. غازية يعني. بس كانت بمية رقاصة. وفي يوم كان في فرح كبير في الحتة يخص واحد من حبايب الكل. بجاشي كان في توت الفرح وحامل فرقة. وجه المعلم النوح وقام بالواجب على الآخر. عشان كانت شوق هي اللي بترقص، وبإشارة من معلمة ضاوية قام الخال وقام بالواجب هو كمان. شوق بقت بين الاتنين مستنية لرش أكتر، ومن يومها بقت زي النداهة اللي جذبته، والمعلمة ضاوية معرفتش فك الشفرة. أسبابة مين؟ دلع السلامة يا فندينا. نورت مكانك. اعرفك على احلى الطيور. الذبابه هنا. يا فنديل اوف. وش هنا؟ هنا اهو الذبابه. طلم الملعونه. طلم وقفات فين على الزجاجه.